يلا لسه فيها سحبتين بس تخلص من غيرها. هلا ابوك ليش حكى معي لي؟ مو صهركم جاب له اياها؟ بلا صهر الشاب السبات هو اللي جابها، بس ابي ما عاد وثق فيه من ورا قصه الابره، ما دريت فيها. ايه كيف ما دريت لك؟ يلا حميل معي عمي ابو صالح، حميل. انا ظهري بيوجعني حميل. انت استنى استنى انت وياه لا تحملوا شيء، ما حدا بيجيب سيره قدام جهاد، عم تفهموا؟ ايه 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 عرفت، يزن وصاني مشان صهركم. ما ولك شو بدي بهالزفت انا هلا؟ انا عم بحكي هيك مشان ما تجيبوا سيره قدام جهاد عن شيء له علاقه بامتحانات البكالوريا. اه صحيح، سمعت امبارح انه طلعت نتائج البكالوريا، ان شاء الله الف مبروك، نجحت ما؟ هي نجحت، مو شايف صحنتي؟ الله لا يوفقها. رسبت سلمى؟ رسبت سلمى، وسلمى ما قالت لنا انه النتائج طالعه من امبارح، بعدين وطي صوتك لا تخليه يسمعك. الله لا يوفقها، شلون بدنا نخبره لبابا هلا؟ ما انا مشان هيك ما بدي اياكم تغلطوا بالحكي قدامه، الله يوفقكم، على القليله بنستنى شوي لحتى يتنشنش وضعه شوي. بس يعني ابو يزن استاذ مدرسه وبيعرف انه بدها تطلع نتائج البكالوريا، بلكي حدا من رفقاته دق له على التليفون. ما انا مشان هيك سحبت الفيش تبع غرفه النوم، بس يرن التليفون انا اللي برد وانا راح اقول لكل رفقاته ما تجيبوا سيره نهائيا عن امتحانات البكالوريا. برافو انا منيح كثير لعبتي. هاتي الموبايل. ولي الموبايل هاتوا هاتوا. اكلمي الموبايل. يا زون انت المره الماضيه مو عطلت شبكه الاتصالات كلياتها؟ هي مره بالغلط صارت، ما كان قصدي يعني هيك تخبيصه. ليقولها هلا بدك تعطل لي اياها عن سبق اصرار وترصد، عم تفهم؟ ما بدي ابوك يحكي مع حدا. امي من كل حالك مفكره اني انا بقدر اعطل شبكه اتصالات؟ مين انا يعني؟ دعولي هالجره. يلا يلا تعال معي تعال. الصيده اذا كانت جره اكسجين مو جره نشادر. روح معي روح. ما في تغطية. ايه ابو يزن مو بس هون يعني بكل الحارة ما في تغطية. بعدين انت شو بدك لا تحكي مع حدا، اعمل نقاهة وبعيد عن الناس كلها. والله يا قلبي حاسسني انكم مخبين علي شيء. لا حبيبي مو مخبين شيء، شو بدنا نخبي؟ ما في شيء. يزن حبيبي فوت على النت وشوف لي موقع الوزارة ايمتى بتطلع نتائج البكالوريا، او سأل اختك لبيبة يمكن نسيان انه قدمت بكالوريا. المشكلة بابا انه الانترنت مقطوع، فبس يعني بس يجي الانترنت بشوف انا موقع الوزارة. ايوه هاي التليفون بالصالون عم يرن هون، ليش ما عم طال شيء؟ انا سحبت الفيش لانه بدي اياك ترتاح، ما بدي حدا يضايقك يا قلبي. رح ساوي قهوة. يلا وانا بدي ساعد ماما بالله. سديبه ابو يزن دخيل عينك، بدك تدق دسلي بمعرفتك وتشوف لي شو هالمصيبه اللي عندي اولادي بدون ما يحسوا.